هداد ربطه نولول دقن إنا تكون نولاته هداد ربطه نولول أن ورور كي يول بهار كو كبضنين إنا تكون جرته هداد ربطه نولول أن وح خارج كاكاي هاني كل بن هدو العليا هي هداي علاطي هداي عيتهاي هداي أمان هي السلطة هي حوق هي حولتهاي لا بد من داري كل بن أتقف نور ملو إلهي أدومي هي سكمي دادا هاتي دادا ربطه وحا قرآن في نوت المامي التصبيح لبتصدى دوني داي نكون الله كائنات كتشوغو أردمي إلهي وحو ينوش أغينا وضا تصبيح سنيا والثقلين كون عدا لو تاقلاي يقول بميلو بعرى رئيس سعد ردد با إلهي كتاب كيسو حكوت المامي صدح يطوان آيادات القرآن ككمدة وكوب يطوان سورادات كسو أروري أي التصبيح دا وحا الله تيرين أيا كائنات كاس في سورة الرعد في سورة الإسراء في سورة الأنبياء توبة صبا صاد حديد حشر صف الجمعة التغابن سور كاسوردن يد الله تيرين أيه ويصبح الرعد بحمده وإن كنت كاسبا إلهي لي وتصبح سنيا سقو ولبا حمدي قال لك ليهي وسخرنا مع داود الجبال يصبحنا والطير نبي الله داود إلهي وحلي وحن وصخر بورها للتسبيح سنجري الجبال والطير أي هل كان إلهي كنت المامية تصبح سنيا بل إله قرآن كوحو كنت المامية تصبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يصبح بحمده ولكن لا تفقهون تصبيحهم إنه كان حليما غفورا إرك وحجرة يدلك وحجرة هذا وضع إر يدلك وحجرة إيه ومن فيهن وحكسك نوردمي إلهي بيو تصبح سريع وإن من شيء لا يصبح بحمده شيء مجرب إلهي لا إله يو تصبح سنيا إذا كن بان فهمين تصبيح له عد والبنى إلهي وحد المامين مسلك وخاصة طريقة وخاصة يتصبيح سداني جرت ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتصبيحه والله عليم بما يفعلون مد والبا طريقة وتصبيح سدب لي يبا إلهي المامين بل وحد عضه كائنات التسبيح دودا إن مررك بنا آدم كلا مقاشيه معجزات النبي محمد عليه الصلاة والسلام آيات كي صحابة ضيارك تكرد عليه وحكم ده حديث كبخاري عبد الله بن مسعود ورينيه ولا ولقد كنا نسمع تصبيح الطعام وهو يؤكل بولي ابن مسعود حليه وحنوه كوا مقلية عنده تصبيح سنسا نقول عنينا ولا رؤيا وانا تصبيح سنسا عنده نعنيني وتصبيح سنسا إلهي بمغشيه سبحانه وتعالى وإن من شيء لا يصبح بحمده ويا وحكم ده حديث كأبي ذر ورين أيوه إمام الطبراني صار الشيخ الألباني صحيح كنت المام أيوه وحلي وحن فردي حاضر وحنها النبي عليه الصلاة والسلام اكتيسة حلقة السقوة فردية وقعنت قرور رجحان يرير قعنت كهية وإذا كنت وقعنت كهية تصبح سنة بولي نبي قالوا لا فرديني أنا حلقة فردينا بولي كلمة ولما وحط المام يوفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بان قمدها بولي رجع حلقة فردية خلفة داسا قمدها ددك فردية أردمنا لكن تهو النبي وقعنت كهية تصبح دا دوي مغلي يضل الله وضع فردية اللي مغلي انت النبي وكمود دينيني وحولي بي أبي بكر أبي بكر بقى عن تقو غبطي مركز سيد تصبيح صديه قروره ولبا تصبيح دانا ضد كورن موا مقلة يبويل أبي بكر بقى النبي قو علي عليه الصلاة والسلام النبي قا هدنا وحولي بي عمر مركز سيد عن عمر نكو تصبيح صديه ضد كورن بقى مقلة يبولي مركز النبي قو علي عليه الصلاة والسلام دبتنا النبي قا وحولي بي هدنا عثمان بويل مركز سيدي وكالة تصبيح ستي مركز دمبا دتك اللوني بيبوني قف دمبا نلما يتصبيح سنبولي دتك يجي خالي مو تصبيح سنين إذن حديث كني وحديث علماء دو حديثة المامية وحانو شيئا إن حتى قروح
أي قعنتكو هيا سحابة التصبيحات كيدين لمغلي عنا أي عنا يان لمغلي كائنات كون نبات تصبيح صدا وكي حديث كي صحيحين كويا اللي أبو هريرة ورينيو نبي قولي عليه الصلاة والسلام نبي يدا كمدا أيا قران يقنينتي مركز بول كيد ماشي دي وردان أمرين لقوبه دبتنا إلهي بو وحيو دو حلقو يري ما هل قران يينيكو قنينتي أيا أحرقت أمة من الأمم تصبح أي أن أمته مرة كمدة أو تصبيح سنة إسا أدو قبتي بالي إذا نقوم محل الشهيد كي نوصع عنا وحويان أمة من الأمم تصبح وران يداس ما شدات سنة إنا إينا تصبيح سنة إسا أيها الأحبة تصبيحاتك سيدا مهم كدين تنويهين إلهي سبحانه وتعالى تدوصو رضوت أو قرآن كمدة بقبل هذا ولي أفريت بك سورة تضبك كمدة أي تصبيحات كقبل أما سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سورة الحشر هي سورة الصف آية واحدة بقبل أما سورة الحديدنا ما في الأرض قنباء والأرض سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وحكره قبل أما سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم وحكراك بالأبما سورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وحكراك بالأبما سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق وحكراك بالأبما سبحان الذي أسرى بعبده ليلا تضبط سورة ضوء شر سورة ضوء قرآن كمدا حمد لذلك بالأبما الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل النور والظلمات يعني أنعام يبغرة يكهف الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوى يصبى شر سورة ضوضة قرآن كمدي يقول روح يكون بالأبمان محي الحمد لله هدب إلهي سبحانه وتعالى تصبيح داس سيقى فعل ماضي يضع وصار أرتي أفرشير فعل مضارع يضع وصار أرتي لواتن شير صيغة أمر يضع سدادية طبان شير صيغة اسم فاعل يضع مرتين صيغة مصدر يضع لبقور صيغة اسم يضع أقوبي أفرتن شير يعني تدبع يسدادة ميولاد بي تصبيح تكو صار أرتي وصدح يسدادة أيضاد كتيرة وتدبع يأفرتن صورة دادة قرآن كمدة إن قرآنك بقول يا أفر يطبق سورة تضبي يا أفر تنكمي دا التصبيح كجرتا وحي تلمام إيسا كمي قاتي رضا بدن له كيفيات قاتي رضا بدن له وصا أروري ودليل على فضله وجلالته بي تلمام إيان بي لئين علماء تصبيح دو ويني ديدا يفضل قيدا يا عند الله سيدا قيمها وغلادها أي شيء إيسا بي لئين انتا صوصية قوتي رب بدن لئين قرآنك وصا أرورتو أفرتني يتو دبس صورة ضدنا يقصى أرورته سدحي سديتنا يضوضة كاملة أيها الأحبة وحلاني مرك تصبيح دو سدي مهم كوتا إلهي أنبياء دا انت بدن قرآن قصى أرورته بدن وكاملة تصبيح دو دا إلهي نوشي نبي الله محمد رسالة ديس عليه الصلاة والسلام إن الله صدري وحيابها اللقوع اللي وحكم دا انتطق تصبيح صدان إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا بين عيني. والنبي قال الله صدرين إله إلى الرميه ورسولك يسير للرميه اللوينيه واللوهيليه وألا الله تصبح سدبا ليلي بكرة واصيلا. ما تقول هذا لتؤمنوا بالله يولي تسبحوه بكرة واصيلة بالله صدر النبي عليه الصلاة والسلام وحيد هذا النبي الله موسى مركو الضلبضي ولالك إن على النبي يغربه حيد هذا وأنك ولا لغو أنفع عبدنا بالله هذا النبي موسى وهي ولالك إلهي وحو قبر ينسن النبي لغربه نبي الله موسى ولالك مركو ربي النبي الله غربه يا إلهي كأقبالي محاوك علي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري سببت أضل بني يا وامحي
كي نصبحك كثيرا، بلي كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إلهي ولال كينا رسول كدي قوي قدر قوي قحوشي كي نصبحك سيان قوق تصبيح سنه ويلحوشي يذكر إلهي سبحانه وتعالى ربه ويقدر بولي. نبي يونس نوين صوم مرة تصبيح ديسي يين إلهي سبحانه وتعالى وحلقوا بدبادي قرآن هو حقا والرمية. نبي الله موسى ومركو يلي ربي أنكو أركو الرب يلي يا كريم سيدة بورتاك الرب بورتا تجلي وسميي بورتي دكن دكن نقطي مركو مير قصان نقطي تصبيح مقبل عبد. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك تصبيح مقبل عبد يبقى الله يلعب. نبي الله زكريا إلهي وحوي ديستين الملصيه شغو قبوبي المهي من ربي الوكسي آيات إيا البو الليري آيات دوحة الليري سدح مع المددك الله هدلي رمزي مويان إشاراتنا تقول هذا الشم مويان هذا العادي أقول هدلي لكن أرين يدها كتقبال الليري. واذكر ربك كثيرا وصبح بالعشي والإبكار ما لفرق إلهي الماء وكسينيا لكن ذكرك إلهي بطسو ذكري مركي الله شاقي تصبيح له وكمد هذا نقار بالوصي شاقي بيليه ووحى الليلة وصبح بالعشي والإبكار. نبي الله عيسى إلهي وحد الماما يا آخره مركا لسوء تاقه إلا إلى هذا ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ماذا أدتك كويري أنا قلت هو يدي إلهي أنا قلت وحوكب لا بدون أبا إلهي لي. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق سبحانك مكبر أبي. نبي الله محمد نيل هي وحفرج قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تتك واحد كنت لهذا بأي لهيري شتكي أن يدين كي يريا وكان إلهي بأن يدين كي يريا أنا على بصيرة كسوغن أنا ومن اتبعني أنا قي أنت الرعضي بقى وسبحان الله دهبل لي وما أنا من المشركين. إلهي بان حمكه فيا أنت ربي عيبي سنك من بدي مشرك وعيب له إلهي صفاتك سياس مادي سيا مقعيدي سوديدي عبادته الله لسينا يوديدي ربي بو عيبي ويا إلهي مركه حلي وحتى هو سبحان الله وما أنا من المشركين. بل قرآنك وأنبياء الداية ضدك كلا صالحين تا إلهي جناتك كركر ريا وبلن قاضي أستامه هذا وحل قصنطي تصبيح لين كمت. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وصبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع. إلهي وحد المامية قوى آيات كيغا الرمي إنما يؤمن بآياتنا آيات كيغا قوى الرمي وقوى نقرى بالت المامية وقوى إلهي مركا الله حصه إلى حصوصيه هوبتا يغو سجود سن او وصبحوا بحمد ربهم بإلهي إلهي وتصبيح صدى يغو كده هيا حمد قال لي وان اسوينين كجرين بالرب لي مصالحين تقول ما يا إلهي ملائكة ينغو تلمام إنا لنحن المصبحون بيت المامي يصبحون الليل والنهار لا يفطرون وترى الملائكة حافين من حول العرش يصبحون بحمد ربهم. ملائكة إلهي وحد المامين التسبيح لازمة أهل الجنة ذاتك خيرك بدن له يقول استي إلهي وحد المامين كل واغيا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين حمدية تسبيح لا إلهك قور رمية أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك يا رب كشيغي يا سبحانه وتعالى. أيها الأحبة تصبيح له دين تمركا مقام سريك غيرته ضد كان ضمبه وحيابا بدعا ما بدعا لما وذيبا الله يسكد ديين لا لدك علمه لكن واحد مدائن للراعية وحي دين تفري سيداتك والصوفية وكم بالليلي دبتنا ضدك عند وفي يعني فريد كاهي وانك اموم صلاة ديرها لها مركو كبحو
tira aan la garanayn oo faraacaynka la yidhaahdo subhanallah subhanallah inta la yidhaahdo dhameeyo iska taga laakiin nolosheenna waxay u badan tahay in tasbiixaadku ku yaraadeen iyadoo aynu dadkii laga yaabay inaynu ka mushkilad badannay oo ay ahayd innaga subxaanallahi wabixamdihi subxaanallahi alcadiimtu inay nagu tiro badato nabigana calayhi salaatu wasalaam xadiidka muslim warinaya abi dar uu ka soo wariyey waxa uu la yidhi nabigu wuxuu yihi alaa ukhbiruka biaxabi alkalaami ila allah waxyaabaa alla u jecel yaba kuu sheegaa buu nabigu ku yidhi haye noo sheeg baa la yidhi ilaahay rasuulkiisa ina axaba alkalaami ila allahi subxaana allahi wabixamdihi buu nabigu ku yidhi kuyagu alla ugu jecel yahay waxaa ka mid a subxaana allahi wabixamdi xadiidka labaad abi dar uu warinaya wuxuu leeyahy nabigaa la weydiiyey ayu lkalaami afdalu warka maxaa u fadli badan nebigu wuxuu ku yidhi mastafa allahu limalaa'ikati wixii alle malaa'igtiisa u doortay aw licibaadi oo waa maxay subxaana allahi wabixamdi idan ayuha alaxiba tasbiixdu ama wardigu wuxuu ka mid yahay alcibaadaat almutlaqa cibaadaadkay culammadu yidhaahdaan cibaadooyinka aan waktiga lahayn shuruud lahayn waxaa laga yaabaa salaad soon xaj shuruuday leeyihiin waktay leeyihiin waa la mudeeyey waktiyadaasubaa la sameeyey ama tasbiixdu waxay ka mid tahay maxay cibaadada mutlaqa ah fii ayi makaan iyo fii ayi waktin ba aad la iman karto waxaanu nebigu inoo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam adkaarta ugu fiican inay ka mid yihiin subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi warida nafsihi wazinata carshi wamidaada kalimaati haweentii wardiday uu nebigu ku soo noqday wuxuu u sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam intii ay wardinaysay wax ka fadli badan isagu yidhi oo ah weedhahana subxaana allahi wabixamdi ilaahay baan xuma ka hufaya anigoo ku dheehaya mahadnaqiisa cadada khalqihi tirada makhluuqaadkiisa iyo zinata carshihi iyo ridaa nafsihi iyo midaada kalimaati idan ayuha alaxiba tasbiix ama tacaamka ha noqoto ama salaadba ha noqoto cumar bin alkhaaab maxaa laga sheegay walow kuntu musabixan la atmamtu salaadii qasriga ahayd markuu ka warramaya ciddii dheerin muxuu yidhi walow kuntu musabixan haddaan tukanayo sunna yani haddaan tukanayo anigoo safara tafaralkaa baan dheerayn lahaa buu leeyay walow kuntu musabixan la atmamtu idan tasbiixdu waxaad la yaabto haddaad aragto waa la tasbiixsadaa waxaad istixsaansato haddaad aragto waa la tasbiixsadaa waxaad istiqraabsato haddaad aragto waa la tasbiixsadaa waxaad inkaaraysa haddaad aragto waa la tasbiixsadaa sharcigu intaba uu soo arooriyey shidadu markay jirto waa la tasbiixsadaa waa inagii aayaadka soo aragnay walaqad naclamu annahu yadiiqu sadruku bima yaquuluuna fasabbix ilaahay yidhi nicmada marka la helo waxaa layna faray faraskeenna ama daabadeenna ama gaadhigeenna markaynu fuulayno inaynu maxayn idhaahno subxaana aladii sakhara lana hada wamaa kunnaa lahu muqriniin waina ilaa rabbina lamunqalibuun waxay culammadu yidhahdaan tajadud nicam nicmo hadday kuu cusboonaato falama afaaqa qaala subxaanak wuu caafimaad qabay dabeetana wuu miyir beelay dib buu caafimaaday waxay idhahdaan tajadud nicamka waxaa la yidhahdaa subxaanak waxaa ka mid a markaad ducaysanaysa waa laga horeysiya fasabbix bixamdi rabbik waastakfirhu baa ilaahay markaa yidhi waxay culammadu yidhaahdaan haddaad dembi gasho waa la tasbiixsadaa qaala awsatuhum alam aqul lakum lawlaa tusabbixuun ama ducadii allahuma anta rabbii laa ilaaha ila ant waxay sheegaysaa in la tasbiixsado markaad wada eegto nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man qaala subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim maalintii boqol jeer ninka yidhaahda dunuubtiisa waa la dhaafaa wain kaana mithlu zabadi albaxr saxiixaynku ku yaalay xataa hadday xoorka badda leeg tahay at least xataa haddaynu dhahno sakaa'irta oo sakaa'irta maxaa ka badan subaxii markaad soo toosto ilaa iyo inta gobolku ka dhacayo ama adaa hadlaya ama mid hadlayaa dhegaysanaysa imisaa khayr aad u malaynaysa waagu markuu baryaabay inuu war bilowna
هذا هذا هو الرمي نمد والرمي يدك سيد سام تي في هكا والرمي والراديو هكا والرمي والتلفون هكا والرمي أما سوق أكو شيء كيس نمد والرمي ورك هاي مساد سلا ده بقى كتاب بخيفه كتيرة مساد سلا ده بس كتاب بشرح قال كلا إذا واحد ما أنت على الأقل واحد صغير قشة هدي لا يقدر أفيه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وتبغل شرط هذا وحلا دافع ما كربة هي مشاكل